نحن المغاربة بهويتنا المتفردة التي تجمع مكونات أمازيغية عربية وإفريقية والغنية بثقافتها الإسلامية وبروافدها الأندلسية والعبرية، كانت لدينا دائما القدرة على الحوار والعيش المشترك رغم اختلافاتنا. هذا التعايش داخل التعدد هو الذي مكن المغرب خلال العصور من إنشاء أمة قوية، أمة قوية بتعدداتها واختلاف أطيافها. غير أنه في السنوات الأخيرة لاحظنا أن مساحات التعبير أصبحت تضيق أكثر فأكثر، حيث أن التعددية الثقافية أضحت هشة، كما أن قدرتنا على الإنصات للآخر والإصغاء إليه قد ضعفت، مما يؤدي إلى إيصاد الأبواب أمام كل نقاش عمومي. أما النظام التعليمي فلم يعد قادرا على خلق مساواة في الفرص أمام النجاح والسير إلى الأمام بالنسبة للشباب، بل غالبا ما يكرس الفوارق الاجتماعية الموجودة. بالإضافة إلى تراجع خلق الثورة وإحداث فرص الشغل، فإننا نلاحظ أن العدل في المغرب لا يتمتع بكامل الاستقلالية اللازمة، كما أن الحريات المدنية والحقوق الأساسية تختنق رويدا رويدا. لكل تلك الأسباب قررنا كأعضاء فاعلين داخل المجتمع المدني بكل حرية واستقلالية أن نجتمع داخل حركة واسعة اسمها المواطنون. إننا عبر هذا الميثاق ندعو جميع المواطنين والمواطنات الراغبين في ذلك للانضمام إلى حركتنا من أجل تحرير الطاقات وإبراز المواهب وتوحيد المبادرات لتوسيع دائرة الأمل ولنصنع جميعا نموذجا مجتمعيا جديدا. لنعمل نحن المواطنون من أجل مغرب يسمح لنا جميعا بعيش مشترك أفضل.